الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خلال وضع مخطط استراتيجي للرقمنة الذي يحوي مجموعة من الرهانات ومجموعة من الحلول لهذه الرهانات على مستوى القطاع في التحول الرقمي، من بينها العديد من المنصات الرقمية التي من خلالها تم التحول الرقمي داخل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أكتوبر 2022. نظام بروجريس أو حاضنة البيانات الرقمية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تستند عليها نحو 58 منصة رقمية في خدمة نحو 1.5 مليون طالب تؤطرهم الجامعة الجزائرية، فضلاً عن الأساتذة والعمال في هذا المجال، تهدف في مجملها إلى تسهيل وتأمين وتنظيم الحياة في الحرم الجامعي بكل فروعه. منصة الرقمية بروجريس، وهو نظام معلومات مدمج خاص بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تتم من خلاله جميع العمليات البيداغوجية وأيضا تسيير الموارد البشرية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. من حيث هذا النظام المدمج يتم تسهيل عملية التواصل التام بين الإدارة والطالبة والأساتذة. قمنا باستحداث منصات لتسيير هذه الإجراءات بطريقة إلكترونية، باستحداث بطاقة طالب ذكية تحتوي على شريحة إلكترونية بتقنية الـ NFC لتخزين معلومات الطالب. عن طريق هذه البطاقة يمكن للطالب استخدامه في عدة أمور رقمية، حيث تتم العملية ابتداء من التسجيلات الأولية للطلبة الحاصلين على بكالوريا جديدة إلى غاية إعادة التسجيل بالنسبة للطلبة، وأيضا متابعة مسارهم الدراسي خلال السنة الدراسية من خلال النقاط والطعون وأيضا المداولات السنوية إلى غاية استخراج الشهادات بالنسبة للطلبة المتخرجين سنويا. من قبل في السنوات الفارطة كانت ما كانش كاين البلاتفورم هذه، كان كاين تسجيل ورقي وتسجيل تعب وعناء ودراهم تصرف دراهم. كي جات هاد لابلاتفورم الحمد لله سهلت الكثير والكثير على الطلبه. كيما اليوم جيت نسوتني دونك نسيت لاكارت ديتيديون تاعي في الدار، جست كو دخلت لابليكاسيون بروغريس، دخلت خرجت لي لاكارت لو ديبلوم، ما نديوش شهاده نجاح مؤقته بالرقمنه هذه. الشغل لي نوتي تكلاسو فاسيلمون وليه رابيد ويعطونا شهاده. كذلك التطبيق ماي باس، تعرف الباص تاعك وين راه، الوقت اللي راح يجي فيه، الوقت اللي راح يقلع فيه، ثم ما يكونش عندك صعوبه في التنقل. ربحنا وقت بزاف خصوصا فتره الامتحانات، فتره الامتحانات الطلبه يعانوا من التنقل من بين الاقامه والجامعه. كوس كل مره تروح تسقسي تقول 12:30 12 راح يفوتني الكوس، ما بيش وقتاش. دركا ماي باس يعني شغل يوفر لك على الاوقات، تقدر دوك اي وقت تحب تروح له لازم تروح، ماشي لازم تبكر على 7 ولا 7:30 غير تستنى. كما يمكن معاينة مسار الحافلة وزمن انطلاقها ووصولها من قبل خلايا المراقبة المتواجدة على مستوى نحو 66 مديرية خدمات جامعية على المستوى الوطني. يمكن لأعوان الخدمات الجامعية المكلفة بمراقبة النقل على المستوى المحلي ولا المستوى الوطني من التدخل المباشر والآني. ساعدتنا بزاف على كل حال في المتابعة اليومية لسير الحافلات وكذا الغياب عدد الدورات، وخلانا كذلك نشوفوا إذا كان فيه نقاط فيها مشاكل وإذا نعالجوها فوريا، نتصلوا بالمراقبين تاعنا على مستوى المحطة وهم
الإلكترونية لحفظ هذه التذاكر، يقوم الطالب بتقديم بطاقته على مستوى أكشاك شحن البطاقة الإلكترونية. بعد عملية الشحن يتوجه الطالب لأي مطعم مركزي على مستوى التراب الوطني، هكذا نقوم بضمان أن الوجبة المجانية تذهب إلى أصحابها مباشرة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في الوقت الحقيقي نقوم بمعرفة عدد الوجبات المقدمة في كل التراب الوطني، وكل مديرية خدمات على مستواها تقوم بمراقبة عدد الوجبات المقدمة. ماي وولت يعني أغنتنا من التيكيات، تبقى كل مرة تشري تسنى يعطيك تيكيات تخبيهم، شغل ديريكت بطاقة فوت حقك تدخل ديريكت تشارجيها وصايي. جميع المعلومات يعني متوفرة في بطاقة الطالب، تسهل عليه جميع الخدمات في الحرم الجامعي، منها خدمة الإطعام وخدمة النقل. أما خدمة الإطعام فهي تمنع وتخفف على الطالب عبء الطوابير، وكذا تسهل العملية على العاملي في المطاعم. ومن ناحية لاكارت الإلكترونية اللي داروها الناس سهلت علينا الإطعام كذلك، البطاقة الإلكترونية، الدفع الإلكتروني، كلش إلكتروني. ويفتح التطبيق إمكانية الاطلاع على مكونات الوجبة، مما يضمن مراقبة نوعيتها وضمان جودتها من قبل مصالح مراقبة الإطعام. أسبوع الوجبات من خلال يقدر يشوفها من خلال الكم، يعني بالجراماج، يعني يقدر يشوف مثلا وزن اللحم وزن الوجبة، يعني حتى الطالب وحتى الصور يمكن للطالب أن يشوفها عن طريق تلك المنصة. النظام الرقمي لحفظ بيانات الطلبة أتاح للجامعة ترصيص مداخل الإقامات الجامعية بالأجهزة الماسحة للوجه، تأمينا للحرم الجامعي من الدخلاء، وحفظا لحق الطالب في الحصول على سرير واحد دون الغرباء. قمنا باستحداث منصة إلكترونية لإحصاء كل المقاعد الموجودة على مستوى كل الأسرة الموجودة على مستوى الإقامات الجامعية على مستوى الوطني. قمنا بتعبئة كل المعلومات على مستوى المنصة، عدد الإقامة الجامعية، عدد الأسرة المتاحة. كما على الأمان في الإقامة، درك ما كاش زعما غرباء يدخل الاجون يبدا يقول شكون انت، وري لي لاكارت توضر لك تولي في مشاكل من الى اخره. اسما دوكا ولات بوجهك، وجهك تسينيالي لك تقدر تدخل، ماكش هنايا ما فيهاش. سهلت عليا بطاقه الاقامه هذه اللي داروها الكترونيه، تما كي تجي داخل يدخل غير الطالب الجامعي للاقامه الجامعيه. كما تعتمد المنصه الخاصه الخدمات الجامعية على المستوى المحلي بدراسة الطالب وتوجيه الطالب إلى الإقامة الجامعية حسب المقاعد، حسب عدد الأسرة وعدد الغرف الموجودة. مما يعنيك شغل السرعة في معالجة البيانات والرد على الطلبة فيما يخص الإيواء، مما يسهل العملية عليه كطالب وعلينا كإدارة عمومية، ينقص الضغط علينا. يعني مقارنة بالعوامل السابقة كان اكتظاظ شوية في المصلحة. كوني طالبة مقيمة بالإقامة الجامعية، كيفاش سجلنا عن بعد، كيفاش الوثائق تاعنا، ما وليناش نخرجوا وثائق بزاف فقط بصور عن طريق PDF. يعني كانت عملية جد سهلة للطالب والوالدين حتى ساعدتهم. الرقمنة الفاسيليت بوكو دو شوز، سورتو انا ريزيدونت لهنا في قسنطينة، دونك كيما لا ريستوراسيون كلش عاد بلا كارت، مش بلي تيكي كيما كنا بكري. منح التحول الرقمي المتصاعد الذي تعرفه الخدمات الجامعية يوازي تماماً الاتجاه الذكي لمنح التطور البيداغوجي في الجامعة. قطاع التعليم العالي والبحث العلمي قد نضج رقمياً ووصل إلى مرحلة
مرحلة جني ثمار التحول الرقمي، وهو من بينها استعمال هذه المعلومات الرقمية التي تم جمعها خلال هذا التحول الرقمي في مجموعة جديدة من التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. نحن ما نتكلم غير على رقمنا، ولكن نتكلم على رقمنا وإدراج الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات التي تهم الجامعة، أولها التكوين، ثانيها البحث العلمي، وثالثها الاستخدامات المتعددة في مختلف الوظائف الإدارية. اليوم احنا نطمح إلى ما يسمى بجامعة الجيل الرابع، اللي هي جامعة الابتكار، جامعة ريادة الأعمال، جامعة الذكاء الاصطناعي، جامعة الرقمنة. أصبحنا لازم العامل أو الموظف ندير له تكوين، الأستاذ ندير له تكوين، وايضا الطالب رانا راهو يعني تقريب طالب ممتاز جدا في هذا المجال. يتدعم النظام المدمج بروجرس لقطاع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي بتطبيق للهاتف النقال ويب اي تي، يخص طلبه الجدد وطلبه الجامعيين. منصة ويب اي تي بنظام بروجرس أبرز ما ينظم المعاملات بين الطالب والأستاذ وكذا الإدارة داخل أروقة الجامعة. برمجة توقيت وحجرات المحاضرات وكذا الحصول على كشوف النقاط وإيداع الطعون في برنامج معلوماتي واحد قلص الهوة بين مكونات الجامعة بشكل رقمي عملي جداً. التطبيق الخاص بالهواتف الذكية الموجه للطلبة ويب اي تي، الذي يسمح للطالب بمتابعة نقاطه، متابعة تقويمه المستمر، متابعة أيضا شهادة تسجيله، متابعة الشهادات، وحصول من خلاله أيضا على البطاقة، بطاقة الطالب الإلكترونية التي حتحصل عليها مباشرة بعد دفع حقوق تسجيل للسنة الجامعية الجديدة. التطبيق هذا ويب تول اللي درته أنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهل علينا كثير من الأمور، من بينهم أنه نستكشف النقاط تاعي، كشف النقاط تاعي، من نشقاش حتى الإدارة نريكلامي نحط طالب خطي، ندخل ديركت ندير الطعن تاعي في النقاط اللي عندي ولا المشكل اللي عندي مع المقياس هذا اللي راه عندي. دوكا ما نقعدوش غير لافيشاج، روح شوف لافيشاج، وهذا يصور وهذا يشوف ريكلاماسيون ابسونس تولي تحوس عليها اسك جوستيفي مشي جوستيفي. دركا ديريكت تدخل من هنا تشوف لي نوت تاعك، ما تحسب لك المعدل تاعك، هذه عفسه شابه. من الغرفه تاعك تقدر تفتح التطبيق وتشوف النقاط يعني تاعك بكل سهوله، تقدر تجبد مام الشهاده تاعك ومام كيجي نسجلوا يعني في الجامعه باش نخلصوا لي فريتو كنا عن طريق التطبيق. وصحيح مثلا انا بعد ما أضع النقاط في منصة بروجرس، الطالب يستطيع أن يعني يلج إلى باستعمال تطبيق الهاتف الذكي ويشوف النقاط تاعه إلى آخره، يعني في أونطون ريال. هذا راح يكون منصة نستطيع تحليل بياناتها ونخرج بنتائج كبيرة فيما يخص التعليم العالي في الجزائر. بالنسبة للرقمنة على مستوى جامعة وهران 2 حازت على اهتمام كبير، تم حث الطلبة كذلك على مواصلة العمل في إطار هذه الرقمنة لتطوير مختلف المشاريع وتلبية حاجيات المواطنين في هذا الخصوص، خاصة جامعة بشار اللي احنا نتكلمون من 2021 ليومنا هذا. الكثير من الآليات الإلكترونية اللي تستعمل في طلب الخدمات. بعض الجامعات اجتهدت وأنشأت منصاتها الخاصة كما هو الحال في جامعة الطاهري محمد بشار، تنتقل من كونها الآن هدفا نتمكن منه إلى وسيلة ربما نصنع بها بعض الفروقات. مشروع استثماري مهم جدا، وبالتالي كان لزاما أن نواكبه بتوفير التغطية على مستوى الجامعة. كما يمكن للطالب الاطلاع على مخزون الكتب والمراجع المرقمنة بمكتبته ويؤمن عمليات استعارتها وإرجاعها أو استعمالها الداخلي بمسحة ذكية واحدة لبطاقته، مما يزيد من خصوبة أرضية البحث العلمي في الجامعة. قد قامت المكتبة المركزية بالعمل على مشروع رقمنة كل الأرصدة الوثائقية بما فيها الكتب والمجلات، وقد خصصنا فريق متكامل.
الطالب في المكتبة كان ساعدني جدا، لأنه يوجد نظام خاص في الحاسوب مزود في حاسوب المكتبة. يمكننا أن نعرف ما هي الكتب المتوفرة. يمكننا الولوج إلى الموقع الإلكتروني للجامعة الخاص بنا أوروندو، وذلك كما نقولوا لقراءة الكتب، إضافة إلى كما نقولوا استعمال التقارير أو الولوج إلى تقارير الأخيرة التي تصدر عن الجامعة الخاصة بنا. في الوقت الحالي سامت الرقمنة في العديد من المجالات الاتصالية وخاصة في المجالات الأكاديمية والاتساع، هي في الحقيقة تساعد الطالب الجامعي في العديد من البحوث الجامعية. هذا الفضاء الرقمي المتعدد الخدمات وفي آخر تحديث له تدعم بخدمة رقمية اختيارية جديدة موجهة للطلبة الجدد بالجامعة من الموفقين في شهادة البكالوريا. هي بوابة التسجيل الذكية أعدت بعقول أسلافهم من الطلبة في المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي بالقطب الجامعي التكنولوجي عبد الحفيظ إحدادا بسيدي عبد الله. نحن في المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي الهدف الأهم اللي نريد الوصول إليه هو جعل الطالب قادر على التعامل مع مشاكل حقيقية، وبالتالي نحاول في جميع المواد اللي ندرسوها أن الطالب يحل مشاكل حقيقية. مثلا في هذا التطبيق اللي هو تطبيق التوصيات لمساعدة طلبة البكالوريا في اختيار التخصص، بديناه في مادة تسمى داتا ماينين أو ما يسمى بتنقيب البيانات. الطلبة جمعنا كل البيانات من بروغرس، وهذا كما أسلفت من قبل أنه بروغرس يعطينا الفرصة أنه نجمع البيانات. استعملنا بيانات بروغرس وحاولنا تحليل العلاقة ما بين نتائج البكالوريا وما بين اختيارات الطالب. هي منصة التوجيه يعني تاع طلبة البكالوريا اللي فيها نوجه أو نعطو نصائح وتوجيهات للطالب الجديد، نصغروا له المجال تاع البحث في التخصصات الجامعية، وهذا حسب النقاط أو البرفورمانس تاعو في البكالوريا. المنصة هذه باش يبدأ أصلا يخدم بها يكون عنده في راسه النقاط اللي إما أخذهم في البكالوريا أو يتوقع أنه يأخذهم ويضعهم في هذه المنصة. هي جد سهلة الاستعمال، وين يدخل على حسب الشعبة والنقاط هذوما، ويكون عندهم بعدك التوجيهات اللي احنا نقترحها عليه من كل شعبة أو مدرسة عليا، وبعد ذلك تكون عنده قدرة النجاح في كل شعبة. البلاتفورم تاعنا هذه راهي آخر إصدارات يعني تطور اللي نخليه قطاع التعليم العالي في الجزائر، وهذا يعني بيان سور كان بعد يعني سنوات من يعني الفكر اللي الرقمي اللي كان منه نتائج ذلك اننا قدرنا نكون عندنا البيانات تاع كل طالب في البكالوريا اللي ساعدتنا احنا كفريق اننا نقدر نديفلوبي على ذلك ونطور فوق ذلك. فكيفما كان اختيار التخصص، فالطريق إلى جامعة ذكية هو مسار حملة شهادة البكالوريا، مسار فيه ربح للوقت وتجنب للمشقة والنفقات من جهة، ومن جهة أخرى ارتقاء بالحياة الجامعية إلى مرحلة رقمية شاملة. العملية منذ يوم إعلان نتائج البكالوريا إلى غاية الالتحاق بمقاعد الدراسة رقمية 100%. لا يحتاج طالب إلى تنقل، التسجيل يكون رقمي كما كان في العام المنصرم، راح يكون رقمي بإضافات جديدة. يمكن للطلبة الجدد وبعد التسجيلات النهائية عبر هذا التطبيق الحصول على بطاقة الطالب الإلكترونية المدمجة. يعني ورسالة للطلبة الجدد، نصيحة لكم أنكم تركزوا بالزاف على هذه التطبيقات لأنها تسهل لكم حياتكم في مساركم الدراسي في الجامعة إن شاء الله. كما دوك طلب البكالوريا مش راح يشقوا كما حنايا، كما واحد زعما كما أنا ديت الباك تاعي في غردايا باش انسكريت في ألجي، ثم اضطريت أني ننتقل لألجي نعود نرجع نعاود نزيد ننتقل من جديد نعود نرجع. دركا كلش فور انترنت. على الطلبة الجدد أن يفهموا بأنهم محظوظون مقارنة بالأجيال السابقة،
لذا أدعوهم لأن يعملوا أكثر، أن يعملوا بجد، وأن يفهموا بأن الجزائر في طريقها إلى النمو، بأن هذه الرقمنة تسهل علينا الكثير من الأمور في حياتنا. وحاليا يعني الجامعة مازالها في تطور مستمر، ونتمنى حتى احنا نكونوا مشاركين في هذا المجال تاع الرقمنة، وأنه ندعموا بلادنا ونكونوا أساس هذا الثروة. يعتبر فرصة ذهبية لكل طالب، وطالب طموح عنده يقدر يستثمر في ذاته. أنا كطالب ينسير ماذا بي نقدم أي مجهود عندي باش نعاود نرجع يعني القدرات تاعي للناس كيما أنا أو للطالبة يعني اللي بعدي، بحيث أننا نسهلوا عملية الدراسة أو القيام بكما يقولوا دي بروجي أو مشاريع. وثاني هذيك الانفيرونمون اللي حوسوا عليه.